يشاركونا في عمل النقابة اليوم. النقابة هي مثال للنقابة الشريفة اللي تدافع عن أبناء مصر. النقابة بتدافع عن 36 مليون مستفيد من أموال أصحاب المعاشات. النقابة اليوم بتطالب الدولة إنها تؤمن أموال المعاشات وألا تعارضها للضياع أو للإهدار أو للاستيلاء عليها في المضاربة وفي الاستثمار وما شابه ذلك. النقابة النهاردة دورها وأصحاب المعاشات دورهم إن هم يطالبوا بحقوقهم وعلى الدولة أن تستجيب، على الدولة أن تستجيب وتستمع إلى أصحاب المعاشات، على الدولة أن توفر الميزانية اللازمة لدعم أصحاب المعاشات وتضمن الحد الأدنى في المعاش بما يضمن العيش الكريم لمن هو في سن المعاش. لا يمكن أبدا أن يتخاضى 300 جنيه في سن المعاش وكان يتخاضى قبل إحالة المعاش بيوم 2000 جنيه، كيف سيعيش وكيف سيحسن أو سيدير شؤونه؟ كيف سيؤدي به الحال إلى العيش الكريم وهو فقد مصدر عيشه الرئيسي؟ نعم، نحن نطالب ونناشد السيد رئيس الجمهورية بمقابلة وفد نقابة أصحاب المعاشات.